وياكم اخوكم احمد بوبشيد. ان شاء الله راح اليوم اشرح لكم عن مشروع كشف نسبه الاتربه على سطح الالواح الشمسيه لرفع مستوى او كفاءه توليد الطاقه من الطاقه الشمسيه. في البدايه عندنا البارانوميتر سنسر، ناخذ اشعه الشمس نحولها الى سيجنال، هذا السيجنال يكون سيميليشن للوح شمسي نظيف. بعد ذلك نقارن الالواح الشمسيه يكون عليها اتربه، بهالشكل نعرف متى نحتاج ننظف الالواح الشمسيه عشان نرفع كفاءه توليد الطاقه. وهذا المشروع سجلناه براءة اختراع في وزاره الاقتصاد، كذلك على مستوى الخليج في منظمه وايبول عالميه.